سيكون ملعب الجيش ببرج العرب على موعد مع مواجهة خارج التوقعات عندما يلتقي فريق إنبي مع نظيره المصري ضمن منافسة الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز، نظرا لتقارب النقاط والمراكز بين الفريقين ورغبة كل طرف في استعادة نغمة الانتصارات من جديد. التعادل السلبي فرض نفسه في آخر ظهور للفريقين بالجولة الماضية بعد تعادل إنبي مع طلاء الجيش والمصري مع بيراميدز، وهو ما يشعل مواجهة اليوم لرغبة الفريق البترولي ونظيره البورسعيدي في استعادة الثقة مرة أخرى وحصد 3 نقاط تساهم في ارتقائهما بجدول الترتيب. وما يزيد من إثارة اللقاء امتلاك المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن 22 نقطة برصيده، فيما جمع إنبي بقيادة مديره الفني تامر مصطفى 17 نقطة من 19 مباراة، وهو ما يعني أن فوز الفريق البترولي في اللقاء اليوم يقلص فارق النقاط بينه وبين الفريق البورسعيدي إلى 2 نقاط فقط، أما فوز أبناء بورسعيد فيصل برصيدهم للنقطة 25 ويواصل الزحف نحو مراكز الوسط بقوة. وستكون الندية والحماس هما الشعار الأبرز لمباراة اليوم في ظل تشابه لغة الأرقام من الناحية الهجومية للفريقين بعد تسجيل كل فريق 16 هدفا في 19 مباراة، أما التفوق الدفاعي لصالح المصري والذي استقبلت شباكه 21 هدفا في حين تلقت شباك الفريق البترولي 26 هدفا بنفس عدد المباريات. ونجح فريق المصري في حسم لقاء الدور الأول بالجولة 3 لصالحه بهدفين دون رد أحرزهما مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم. فترى هل يتكرر انتصار الفريق البورسعيدي أم يكون لإنبي رأي آخر؟